حيث تفقد ولي أدرار السيد عبد الله محمد محمود اليوم رفقة أعضاء من لجنة الطوارئ الجهوية بعض السدود والآثار التي سببتها الأمطار على الحواجز الرملية بضواحي مدينة أطار. وخلال مختلف هذه المحطات استفسر الوالي عن وضعية السدود والأضرار التي خلفتها الأمطار، كما تعرف على وضعية هذه السدود والحواجز المائية والآليات المستخدمة للتصدي لكافة المخاطر التي قد تنتج عن زيادة التساقطات المطرية بهذه المناطق وتقوية ودعم الحواجز المائية القائمة. وقد أدلى والي أدرار بتصريح أوضح فيه أن الهدف من هذه الزيارة هو معاينة السدود والحواجز المائية وتقييم آثار السيول والأمطار عليها. نحن هنا اليوم قائمين بزيارة بعض الحواجز المائية اللي تضرت من هاي السيول الأخيرة، وكنا جاونا المواطنين مشاكين وبقينا نطالعوا لنوعية الضرر كيفاش قد يتم جبره، لكن خبر به السلطات العليا السلطات المختصة به، وكلها بعد الحمد لله ما ترتبت لها أضرار كبيرة، لكن يلا تنقبضها على الاعتبار من أجل إصلاحها سابق يستفحل حتى الخطر فيها. كان امورها كامله ما زالت لله عادي حق تضررت من بعض الاماكن غير ما زالت تضرر بسيط كامل. الى ولايه البراكنه حيث عرف